سؤال عن تأهيل المدن للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الثقافي الوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، رصدت الحكومات المتعاقبة تمويلات كثيرة لتأهيل بعض المدن. السؤال، هل تحققت الغاية المرجوة؟ وما هي السيد الوزير المعايير المعتمدة لاختيار مدن دون أخرى لتحظى بهذا الدعم؟ شكرا. شكرا. تفضل السيد الوزير. كما قلت سابقا، يمكن نقول على أن كل المدن، وقلت تقريبا كل المدن المتوسطة وكلها استفدت من هذه البرامج. كاين اللي بان فيها أكثر من الأخرى، وهذا راجع بصفة خاصة للجيستيون، يعني التدبير في عين مكان، لا من طرف المنتخبين ولا من طرف السلطات المحلية، نكون نعترفوا بها. كاين المدن اللي استفدت مزيان لان عرفت كيفاش توظف داك الامكانيات اللي تعطات لها. كاين بعض المدن اللي حقيقه ما واخا داروا فيها الفلوس ما بانش بنفس الكيفيه اللي بانت فيها في جوي اخرين. بالنسبه للمعايير ما عندنا حتى شي مشكل، حتى شي معيار. حنا كنقولوا اي مدينه اللي عندها برنامج ديالها، حنا مستعدين نشاركوا معها في النطاق اللي كتعرفوه، نساهموا ب 30-35%. وحنا الحمد لله الامكانيات، يعني ما كنقولش ليميتي، ولكن راه كاين باش نعاونوا، ما كاين حتى مشكل. شكرا. شكرا للسيد الوزير. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير. السيد الوزير المحترم، هو الملاحظ عند مجموع الساكنه هو أنه تتشوف بعض المدن تضخ فيها إمكانيات كثيرة وتبقى مدن أخرى بإمكانيات محدودة يمكن داخل هذا البرنامج المعتمد ديال وزارة الداخلية، لأنه المدن اللي تتعرف واحد النمو كبير هي مدن للدعم ديالها ماشي غير من البرنامج المعتمد ما بين وزارة الداخلية وما بين الجماعات المحلية. بالعكس، أن الدولة تترصد أموال إما عن طريق استثمارات خارجية أو عن طريق شراكة مع شركات كبرى. شكرا للسيد المحترم. تفضل السيد هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد الوزير. تعقيب إضافي، تفضل. سيد الوزير، إخواني أخواتي، أنا كنظن في هذه القضية ديال تأهيل المدن، سيد الوزير، كاين مسألتين إضافيتين اللي يمكن خص التركيز عليها. الأولى، ناخذوا بعين الاعتبار الخصوصية ديال المدن، لأنه مع الأسف رجعنا كنلاحظوا أنه مدينة في الشمال في جنوب المغرب كنوجدوا نفس الأعمدة الكهربائية، ما كناخذوش بعين الاعتبار الموروث الثقافي ديال المدن. إذا الجهوية ولا الخصوصيات المحلية ناخذوها بعين الاعتبار. النقطة الثانية، ما نبقاوش نركزوا غير على المداخل ولا الشوارع الرئيسية، الأحياء الهامشية والأحياء اللي فيها الكثافة السكانية نهتم بها، ويمكن يكون واحد المعيار اللي يتم تطبيقه على الصعيد الوطني، نعطيو نسبة مئوية من الميزانيات المخصصة تمشي لهذه الأحياء، ونسبة مئوية هي اللي تمشي للمداخل، لأننا عندنا أيضا حاجة باش تكون المداخل ديال المدن تكون في هذا المنظر. شكرا. شكرا للسيد النائب. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، جوج الامور. اولا، ما يمكنش تاهيل المدن بلا تنظيم المجال ديالها الحالي. ثانيا، ملاحظ للاسف الشديد مع قرب انتخابات بعض الاطراف بلاو كيتبناو التاهيل اللي كيدشنو جلاله الملك، وهذا خطير جدا. ثم ثالثا، مازال كنطرحوا المعايير ديال الدعم. حتى كتكلم السيد الوزير على 30-35، ولكن هذا مازال خصو وضوح اكبر. شكرا. شكرا للسيد النائب. تفضل السيد الوزير. هذه كلها ملاحظات في محلها. فيما يخص النوعيه ديال الكهرباء، نفس الشكل نلقاو حنا براسنا كنتاسفوا على هذا الشيء، ولكن راه على الصعيد المركزي راه ما يمكنش نتكلفوا بهذا الشيء. هذا دابا خص الاخوان في الجماعات ومع السلطات المحليه خصهم. راه كاين بعض الاماكن اللي نجحنا في هذه القضيه هذه بلا ما نعطي امثله، راكم كتعرفوا الا مشيتي للمضيق
داك لاركتيكتور ديالهم وداك ليكليراج وداك الشيء كله راه ادابتي للمحل. ربما مره اخرى ما داروش فيها نفس كما كيقولوا الابتكار ونفس المسائل. فيما يخص لي كريتير راه كيف ما درنا راه ما عمر يكون داك الشيء يعني مقنن 100% تقول هذه ليكواسيون هذه كتعطي هذه ما يمكنش. العنصر البشري لازم. كتلقى بعض المرات بعض الاماكن اللي كيكون فيها اما الوالي سميتو كيكون عنده مبادرات اكثر من جهه اخرى، كيكون رئيس الجمعيه عنده ربما مبادرات اكثر من واحد اخر، عنده كيدبر على الامكانيات الى اخره، ربما كيكون عنده تفوق على واحد اللي غير جالس وما كيدير والو. يعني هذه خصنا نعترفوا بها، اللي كيجري واللي كيكافح واللي كيدير برامج واللي كينجز راه دائما كيكون متفوق على الاخرين. خصنا نعترفوا بها. والاخوان حنا كنحثوهم، بالعكس حنا كنقولوا الاخوان خصهم يشجعوهم باش يديروا مبادرات ويكلبوا على الامكانيات وحنا نعاونوا. حنا ما عمرنا قلنا لشي واحد، راه ما عمر شي واحد جا عندي وخرج بلا والو. راكم كتعرفوها، ربما ما كنستقبلوا حتى كيكون امكانيات، ولكن في الغالب لا بدا نلقاو شي حاجه شي حل باش لا. ولكن خص تكون المبادره تكون ماشي فقط مع الوزير بنفسه، ولكن مع الساده الولاة والعمال يديروا برامج ديالهم. شكرا سيد الوزير المحترم.